أنس أحد الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، شارك في بازار الطبق الخيري الذي أقيم لأجل المعاق في العاصمة المؤقتة عدن في ملاهي فان سيتي بمديرية صيرة. أقيمت الفعالية الثقافية والخيرية حيث جاءت كرسالة من طلبة قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة عدن الذين أرادوا من خلالها تسليط الضوء على فئة ذوي القدرات الخاصة والعمل على منحهم لحظات فرح. أنا التحول بنفس الأعمال لما هذه التحول مدام ملبيا ما شاء الله عليهم ما تبيعهم كل بيع أنا ولنون حلقي متى اليوم نكنين بلاقي جمعين الحياة إن شاء الله. أنا أستطيع عبارة قد لا ينطقون بها، لكن تواجدهم اليوم هنا وابتساماتهم التي تملأ أرجاء المكان بالتأكيد تقول نحن نستطيع أيضا لطالما وجد هنا من يهتم لأمرنا. هدف النشاط هو ان احنا نشرك يعني الناس بمعرفة انه في يوم مميز لهؤلاء الاطفال الذين احنا نشوفهم كأخصائيين انهم اطفال عاديين من حقهم انهم يعيشوا حياة طبيعية زي اي فرد من افراد المجتمع. وجود طفل مختلف في المجتمع هو اشبه باختبار للأسرة والمحيط الذي يعيش فيه، وهنا يجسد الأهالي بهذه الفعالية سعادتهم وهم يشاهدون أطفالهم يتغلبون على الإعاقة ويندمجون مع المجتمع. لكن لا تزال هذه الفئة بحاجة إلى الرعاية والدعم من المجتمع وقبلهم دعم ورعاية الجهات المختصة.